أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: دعوته صلى الله عليه وسلم لخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن أبيه أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما، وكان أول إخوته أسلم، يعني هو أول من أسلم من إخوته، وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار. شوف بقى، يعني دخل الإسلام برؤية كتير كده. فذكر من سعاتها ما الله أعلم به، ويرى في النوم كأن آتيا أتاه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه، حقويه اللي هو مكان الإزار تحت السرة. نعم. ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له. فلقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له، يعني خص عليه الرؤيا. فقال: أريد بك خير، يعني أنت ربنا أراد بك الخير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أن تدخل فيها، يعني في النار، وأبوك واقع فيها. نعم. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد، شعبان في مكة يسمى أحدهما أجياد الكبير والآخر أجياد الصغير، وهما حيان اليوم من أحياء مكة المكرمة. فقال: يا محمد، إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه، فأتي به فأنبه، يعني مبالغة التعنيف، التعنيف اللي هو مبالغة التعنيف واللوم والعتاب الشديد والتوبيخ يعني، وضربه بمقرعة في يده. مقرعة يعني صوت، وكل شيء يضرب به يسمى قارعة، لذلك الجمع مقرعة مقارع، وسمي يوم القارعة لأنه يضرب فيه الكفار، يضربون على وجوههم وأدبارهم. نعم. وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال: والله لأمنعنك القوت. فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلزمه ويكون معه كذا في البداية. أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الويقدي عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فذكره وفي حديثه. وأرسل أبوه في طلبه من بقي من ولده ممن لم يسلم، ورافعا مولاه فوجدوه فأتوا به أباه، أبا أحيحة، اسم أبي خالد بن سعيد، يعني الكنية بتاعته أبا أحيحة، فأنبه وبكته وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، ثم قال: أتبعت محمدا وأنت ترى خلاف قومه وما جاء به من عيب آلهتهم وعيبه من مضى من آبائهم
قال خالد: قد صدق والله واتبعته. فغضب أبوه أبو أحيحة ونال منه، يعني إيه، ضربه وشتمه، ثم قال: اذهب يا لكع، اذهب يا إيه يا لكع، يعني لغة العبد. وبعدين استعمل هذا اللفظ في الحمق والذم. والمرأة لكاع أو لكاع كقطام أو قطام. وأكثر مجيء في النداء، يعني الوصف باللؤم، يعني كلمة لكع يعني لئيم. اذهب يا لكع حيث شئت، والله لأمنعنك القوت. قال خالد: فإن منعتني فإن الله عز وجل يرزقني ما أعيش به. فأخرجه وقال لبنيه: لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به مثل به ما صنعت به. انصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ويكون معه. وأخرجه ابن سعد عن الواقدي عن جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله نحوه مطولا، وهكذا ذكره في الاستيعاب من طريق الواقدي. وزاد: وتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فكان خالد أول من هاجر إليها. إن كان فيه هجرتين إلى الحبشة، والهجرة الثالثة كانت إلى المدينة المنورة. أخرج الحاكم أيضا عن خالد بن سعيد أن سعيد بن العاص بن أمية مرض، فقال: لئن رفعني الله من مرضي هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة ببطن مكة أبدا. فقال خالد بن سعيد عند ذلك: اللهم لا ترفعه. فتوفي في مرضه ذلك. وهكذا أخرجه ابن سعد. يعني المقصود أنه هو كان يتوعد، كانوا المشركين يقولوا للنبي ابن أبي كبشة، يقصدوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والسبب إيه أن هم كانوا يلقبونه بهذا اللقب أو يكنونه بهذه الكنية؟ فقيل إنه كان له جد من قبل أمه وهو أبو قيلة أو قيلة. دعوته صلى الله عليه وسلم لضماد رضي الله عنه. أخرج مسلم والبياقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الرياح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيت محمدا، هو عايز يروح يعالجه، يعني عايز يروح يعالجه. فبيقول: فلقيت محمدا فقلت: إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. فقال محمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 3 مرات. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي، يعني على أن أدعو قومي كمان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال: رجل منهم أصبت منهم مطهرة. مطهرة يعني إناء يوضع فيه الماء الذي يتطهر به، وتسمى أيضا إداوة. فقال: ردها عليهم فإنهم قوم ضماد. وفي رواية: فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر كذا في البداية. وأخرجه أيضا النسائي والبغوي ومسدد في مسنده كما في الإصابة. وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة
من طريق الواقدي قال: حدثني محمد بن سليط عن أبيه عن عبد الرحمن العدوي قال: قال ضماد: قدمت مكة معتمرا فجلست مجلسا فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فقال أبو جهل: هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأضل من مات منا وعاب آلهتنا. فقال أمية: الرجل مجنون غير شك. قال ضماد: فوقعت في نفسي كلمته، يعني أثرت في نفسي، وقلت: إني رجل أعالج من الريح، يعني كناية عن الأرواح والجن يعني، فقمت من ذلك المجلس وأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أصادفه ذلك اليوم حتى كان الغد، فجئته فوجدته جالسا خلف المقام يصلي، فجلست حتى فرغ ثم جلست إليه، فقلت: يا ابن عبد المطلب. فأقبل علي فقال: ما تشاء. أدب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما تشاء، يعني أؤمر. كان لما ينادي حد يقول له: لبيك، يعني أنا في خدمتك، أؤمر. فقلت: إني أعالج من الريح، فإن أحببت عالجتك، ولا تكبرن ما بك، يعني ما تخليش اللي فيك يعني إيه يكون عظيم، لا تستعظمن ما بك من مرض أو مس الجن. أنا راجل متمكن يعني، ولا تكبرن ما بك، فقد عالجت من كان به أشد مما بك فبرئ. يعني مرت علينا حالات كثيرة وعالجناها وشفيت وإحنا متمكنين يعني. وسمعت قومك يذكرون فيك خصالا سيئة من تسفيه أحلامهم وتفريق جماعاتهم أو جماعتهم وتضليل من مات منهم وعيب آلهتهم، فقلت: ما فعل هذا إلا رجل به جنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ضماد: فسمعت كلاما لم أسمع كلاما قط أحسن منه، فاستعدته الكلام فأعاد علي، فقلت: إلى ما تدعو؟ قال: إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتخلع الأوثان من رقبتك، يعني تنزعها وتترك عبادتها. يعني كأن الإنسان لما يكون بيعبد شيء بيكون هذا الشيء في عنقه أمانة، وتشهد أني رسول الله. فقلت: فماذا لي إن فعلت؟ قال: لك الجنة. قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأقلع الأوثان من رقبتي وأبرأ منها، وأشهد أنك عبد الله ورسوله. فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت سورا كثيرة من القرآن، ثم رجعت إلى قومي. قال عبد الله بن عبد الرحمن العدوي: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية، وأصابوا 20 بعيرا بموضع واستاقوها، وبلغ علي بن أبي طالب أنهم قوم ضماد رضي الله عنه، فقال: ردوها إليهم. فردت. شوفوا يا جماعة مدى تأثير النبي صلى الله عليه وسلم ومدى تأثير دعوته في نفوس الناس، تأثير الحق. يعني ضماد هذا يعني رايح عشان يعالج النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم في نظره مجنون، أي به لمما أو مسا جنيا، وذهب بهذه النسبة، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما موجزا مختصرا بسيطا، لأنه من بلاغته وصدقه والحق الذي فيه أسلم ضماد. الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدور العالمين للإسلام،
آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.